النتيجة قاسية على اللاعبين خصوصا في هذا السن لما تيكونوا في هذا السيناريو يعني متقدمين. اتفق معك على انه في الشوط الاول ربما اللي كان عندنا ربما حدود اكثر للتسجيل، لكن يجب الاعتراف انه ايضا في الشوط الثاني الخصم فرض علينا يعني اندفاع وايقاع وكاليتي دي جوار ايضا، وحطنا في مواقف صعبه نوعا ما. فما تنظنش انه افراط يعني في الثقه بقدر ما انه ايضا للخصم لو ميريت ديالو، يعني يجب يعني نرضوا المنتخب السنغالي ما يستحق لانه منتخب قوي.